مين اللي قال؟ ده أنا لسه قافلة معاه. قافلة معاه؟ ده أنت ما بتستحمليش تعيشي من غيره. طب وهي يا حبيبي عند حد غريب، مش ده بيت باباها؟ كمان بقيتي بتحب السيجار من امتى؟ انا بحب اي حاجه انت بتحبها وبس. بس طيب بتحبك، قصدي يعني قالت لي انها بتحبك زي اخوها، عشان كده حكيت لك على موضوع الليسي. الو، نحن هنا. اللي واخد عقلك انت؟ فيكي ايه متغير؟ فيكي حاجه مش مظبوطه. مفيش حاجه متغيره فيا يا حبيبي، انا زي ما انا. لا، ما انتي زي ما انت. ليه؟ انا هي مريم اللي انت تعرفها. ملاك اللي هي تعرفها، اللي انت تعرفها بالظبط. انت مريم، انت مش ملك، انت مش ملك. انا مش ملك، انا مريم. مرحتيش بيروت؟ انت بتتكلمي؟ انا بتكلم. عارف من امتى؟ ساعة ما شفتك معاها وانتوا بتتجوزوا. الذي بيديك المصالحات، وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم ده جات لي استريت عياط. سمعت صوتي، نديم. ولأني ما همش حد، خبيت صوتي وما قلتش لحد ان انا بتكلم. مين هيفرح لي؟ ولا حد. فين ملك؟ فين ملك؟ قتلتها. قتلتي اختك؟ قتلتها عشان ما تستاهلكش. دي واحدة نصابة ومجرمة، صيعوا فيها العبر، بس انت ما تعرفش. قتلتيها ازاي؟ ردي عليا. انا فعلا سافرت بيروت، كلمت طارق يجيلك يقولك ان انا سافرت، بس أنا في الحقيقة رحت لها فرنسا،
اتفاجئت بيا هناك واستغلت وجود رنا في المستشفى. بعت لها مسج قلت لها مخنوقة عايزة أتكلم. فكرت مركب في السن واتخانقنا. زقتني زقتها وقعت في المية وأنا عارفة إنه ملهاش في نظام. قعدت تستنجد بيا وتقول الحقيني بس هي ما تستاهلش. سبتها قعدت اتفرج عليها لغاية ما غرقت ورجعت الأوتيل وخدت حاجتها قصيت شعري زيها عملت كل حاجة هي بتعملها حتى التاتو عملته البرفان بتاعها كل حاجة ورحت رنا المستشفى. مشكتش الحظ ان انا امها. ريحتي كانت ريحة امها. هدومي طريقة كلامي كل حاجة كانت هي. وخدت باسبور ملك ورجعت هنا ورجعت علشانك. انا بحبك يا نديم. بحبك ايه؟ انا عشقتك. عارف يعني ايه عشقتك؟ يعني انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انتي من غيرك ممكن اموت. قتلتي حبيبتي عشان بتحبيني؟ ما تقولش حبيبتك. انا حبيبتك. هي مش حبيبتك. عمرها ما حبيتك. دي كذابة. بس أختك عشان بتحبك. أنت مش أختي. إحنا أخوات في الشبه بس. تركتي بجريمة قتل عشان بتحبي. كل الناس كانت بتحبها أكتر مني طول عمرنا. من إحنا وصغيرين. ملك يا ريتك زي ملك. يا ريتك ربعها حتى. إنما أنت مستهترة فاشلة. أنا مش عارف أقول للناس إيه. أقدمك ليهم أقول لهم إيه؟ أقول لهم بنتي الفاشلة حضرت حتى الثانوية العامة. خدتيها ب50% ودخلتك 100 كلية. كل ما تخش كلية تسقطي 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 لحد ما يرفدوكي. وفي الآخر جايبالي ولد تافه صايع فاشل زيك. تقولي لي عايز يتجوزني؟ لو سمحت يا بابا ممكن تسمعني؟ أنا مش عايز أسمعك تاني نهائي. بس أنا من حقي أدافع عن وجهة نظري. وجهة نظر إيه؟ أنت فاكراني ما سألتش عنه؟ بقولك تافه فاشل زيك. فضل أنا عايزة أطلق من حازم. لا فكرتي كويس قبل ما تاخدي قرار زي ده؟ أكيد. على أي حال أنا واثق فيكي جدا في طريقة تفكيرك وفعالك وتأكد إن أي قرار هتاخديه هيبقى صح بنسبة 100%. لكن بس أنا ليا طلب واحد. إيه هو؟ فكري كويس في مصير بنتك. لأني مش عايزة تتربع بعيد عن بيت أبوها زي ما أنت تربيتي بعيد عني. لا طبعاً اطمن من الموضوع ده. أنا هتفق مع حازم على طريقة حضرية في الانفصال. أوكي. وياريت ما تكونيش قلتي له أي حاجة عن أختك المستهترة دي. قصدك عن الولد اللي عايز يتجوزها ده؟ أيوه. ولد فاشل، صايع، شمام. أبوه طرده ببيته وتقولي هتجوزه يعني هتجوزه. أنت هتلاقيه حملت زيك. يعني حازم مهما اختلفنا معه لكن في النهاية أستاذ جامعة راجل محترم. راجل محترم بس أنا مش مبسوطة معه. دي حياتك وانت حرة فيها وأنا واثق فيك وفي اختياراتك. انت مش زي أختك الفاشل دي. هي الأحسن وهي الأشطر وهي الأنجح. لإمتى؟ لإمتى؟ حتى لما كبرنا كل ده ما تغيرش. أنا الخرسة وهي الشاطرة. أنا الفاشلة وهي الناجحة. أنا بحبك وهي ما حبتكش. فاهم يعني إيه ما حبتكش؟ كذبت عليك. هي ورا كل اللي حصل لك مع رشا دخلت مكتبة وفتحت الدرج ولقيت موبايلات كتير وفتحتها وشفت صور مراتك
مبعوت على رقم تليفونك وبعديها مسج قلتلك عايز تشوف مراتك في السرير مع واحد. روح على العنوان ده ورسائلها مع وليد وكل مخططاته. صور الليسي وهو بيقتل وليد. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ ارجع لك عشان تصدقني. نديم انا بحبك. انا ممكن اموت من غير. انت الانسان الوحيد اللي حبيته في حياتي. مش انت كان نفسك في ولد او بنت يعودوك على الوجه الله يرحمها؟ جاوب. انا حامل. انا حامل حبيبي. انا حامل في ابننا. افرح. انتي محرمة علي. انتي اخت مراتي. انتي مش طبيعية. انتي مجنونة. مش كده. انا مش محرمة عليك. انا حبيبتك الحقيقية. وده ابننا. احنا التلاتة. انا عايش هنا في البيت ده. انا نفسي في السعادة دي يا نديم. ما تحرمنيش منها. ارجوك انسى اللي حصل. بصلي ده منزل السيدة مالك الجرحي؟ خير يا فندم. مطلوب القبض عليها. ها قلت ايه في اللي قلته لي؟ مش عارفه. يعني ايه مش عارفه؟ اصلي ايه؟ اتكلمي يا ملك. انا مش ملك. امال انت مين؟ انا مريم اختها التوأم. ثابت في محضر جمع الاستدلالات انك لما سألتي اقريت انك ملك، ودلوقتي لما فتحنا التحقيق قلت انك ملك. بس في الحقيقة انا مريم مش ملك. طب ليه قلت انك ملك؟ طب بلاش كده. فين ملك؟ مسافرة. مسافرة فين؟ معرفش. ملك انت مقبوض عليكي في بيت الزوجية وفي وجود زوجك نديم فخري اللي شهد بانك ملك، فبلاش امور اللف والدوران دي لان مش هتفيدك بحاجة. الله العظيم انا مريم ولا ليا دعوة بالمخدرات ولا ليا ولا قتلت حد ولا اعرف حاجة عن التهم دي. انا مريم. ها يا خالد، هي مريم فعلا ولا ملك؟ ملك مين؟ دي مريم يا فندم. انا كنت متجوزها وانا توه عنها. هي يا فندم ملك جرحي اللي هربتني من امريكا. انا ما اعرفكش ولا عمري شفتك. هو يمكن اكيد بيتكلم عن ملك مش عني.
ما اعرفوش. انا متاكد ان هي يا فندم، هي دي ملك الجرح. ملك الجرح. حامل ولا لا؟ كنت فاكره نفسي حامل. سأوعدك لما نخرج من هنا هجيب لك بنت زي لوشي. ولا انت بتحب الولاد؟ خلاص هجيب لك ولد زي القمر شبهك. هتطلع من هنا على حبل المشنقة؟ ملك هي اللي قتلت مش أنا. مين اللي قال؟ كل ده ممكن يبقى تلفيق. إنما أنت اعترفتي لي إنك قتلتيها، تبقي مجرمة وتستاهلي الإعدام. أنا ما قتلتهاش، هي اللي غرقت. أنا مش ذنبي إن هي ما بتعرفش تعوم. وبعدين أنا عارفة ملك كويس، وعارفة كويس أوي هي بتفكر إزاي. دي كان ممكن بعد الشر يعني. لك صدقني يا نديم احنا خلصنا منها. مين اللي قال لك اني كنت عايز اخلص منها؟ ومين اللي صور لك اني كان ممكن احبك في يوم من الايام؟ ليه ما تحبنيش؟ هو انا اقل منها في ايه؟ ولا يعني كان لازم امثل عليك زيها عشان تحبني؟ هي بس شاطره شويه، عرفت تضحك عليك عشان تتجوزها وتحبها. لعبتها صح يعني. طول عمرها بتحكم عقلها في كل حاجة. لكن أنا كل اللي حلت شوية إحساس. هو قلب ده اللي كل الناس بتكسره. كلامك مش هيهزني ويخليني اقول لهم انك مريم مش ملك. هتطلعي من هنا على حبل المشنقه ومحدش هيصدق كلمه من اللي بتقوليها. من اي صدقه؟ هيعملوا لي تحاليل. لما يعملوا الدي ان ايه هيكتشفوا انه متطابق لانكم توأم. يبقى ما فاضلش غير البصمات. وانا محيت كل بصمات ملك من على اي ورقه رسميه. يفضل بصمتك انت. ليه يا نديم ليه؟ ليه بتعمل معايا كل ده وانا اللي بحبك؟ عشان قتلتيها من غير وجع حق. قتلت الانسانه الوحيده اللي حبيتها في حياتي.